أطلب من الحكومة لحظة وفاء واحترام بالسيد سعيد الحقري سعيد مقبلات سعيد حسنية سعيد هيا كلشي كلشي سعيد لكي حول يرب قلعنا ديالو سي سعيد الحارس عزيز يونس رقم 7 خليل رقم 18 خليل رقم 11 عامر وسيد رشيد رقم 5 بالنسبة أمواح وعدات ودراسات وعدات طنجة سيد محمد الوهاني سي خالد فهمي محمد الدقوش سي عبد الصمدي عبد الله عبد الله الغير مدلل بمنتخب بورسعيد سهيل الرياحي الحكم البريطاني الطنجي والتاسع الحالي وارحب بجميع الطيور وفرجه ممتعه وادعو من ضمن الولايه الى التعاقد من تسجيل اهداف حتى لا نقع في اخطاء عزاز ونحن نتابع المباراة النهائية لدوري الرمضاني منطقة بني مكادة بإشعار في ملعب القوم رقم 20 المنظم من طرف تركي طنجة وحسن طنجة بشراكة مع مقاطعة سواني مشكورة وخاص بفئة ما فوق 35 سنة وقبل إجراء هذه المباراة النهائية لا بأس أن نذكر أن عدد الأندية التي شاركت في هذه فعاليات هذه النسخة الأولى من هذا الدوري الرمضاني المتميز تتكون من 12 فريقا وهي مكتب مداد طنجة أداء مدرسة نهضة طنجة الذي يلعب باللون الأبيض والأخضر ويجري هذه المباراة النهائية فريق عبد الواحد الجرافي 2 أبطال أهلس شركة أوريال
الفريق حسن بيتيس ثم قدماء وداد طنجة نجوم وداد طنجة صاحب الكرة الحمراء في هذه المباراة النهائية وفريق الأساتذة. نجوم مدافع طنجة يسجل الهدف يتمكن من تسجيل هدف الصمت لفريق نجوم وداد طنجة. ودائما الشكر موصول للحضور الكريم الذي يتابع هذه المباراة بملعب طنجة رقم 50. الحكم وهدف بواسطة اللاعب حسين الوهبي والنتيجة هي هدف مقابل لا شيء. عبد الله عد واحد أدرسك أباء نادى الطنجة سجلها اللاعب الوهبي. بداية المباراة قلت لكم هذا الحكم بريطاني. We'll be right back.
Thank you.
الله حتى
شعلوا موسيقى، شعلوا من الله ابن شي حاجه. No.
Yeah.
إذن الهدف الثاني لفريق أبا مدرسة نهضة طنجة التي تفوز واحد تقدم الجزاء كاميرا دي جري كاميرا عزا ماشي لبارك تصور في فيديو هلا تقول الهدف الثالث من تلك السعادة الأخير بعد لمسة فنية من عزيز الصمدي عزيز الصمدي صاحب اللمسة الفنية وليد تميم العملية
له شي سوالات او كيتوجدوا بالمنصه الصوتيه. اذا انا سوارد سوارد كبير مفتاح كبير واخا صغير. Thank you.
رئيس مسرح الشؤون الاقتصادية في مقاطعة سوالي. ما أدعو السيد حسين بن سلام مدير مدرسة نهضة طنجة ضرب الوحدين. ما أدعو السيد محمد بن سارة إسماعيل عيال. الأسماء التي دعيت لذلك الله في تسليم الجوائز، وأول جائزة تقديرية لفريق فراعين وداد طنجة، وذلك تتويجا له لحصوله على طلع بطولة عشب الشمال للفئات العمرية الصغرى فراعي الموسم 2016 ورئيس سبورتي طنجة لتسليم جائزة لمدرب الفئة سيد هشام بروت فوتبال سي هشام. البروتوكول معمول به في مثل هذه المناسبة، وأدعو السيد أحمد الغرابي لتسليم لتتويج فريق فائز بالدوري فريق أبا مدرسة نهضة طنجة، ويتقدم السيد أحمد الغرابي وعميد فريق سي محمد. نهضة طنجة وأجل مذاكر سابق لنهضة طنجة وفريق سانتوس في طنجة لتسليم جائزة لعميد فريق أريس بلاد نجوم بلاد طنجة. هاي رئيس جمعية خدماء لاعبي اتحاد طنجة. من توجيه الشكر حكم اللقاء سعد حميد زكي.
الحارس السابق لاتحاد طنجة السيد نجيب عراج القاسي نجيب.